ما زلنا مواصلين معاكم في البرايم تايم، تحية ليكم، تحية للناس اللي تلحقت بينا في ساعتنا الأخرى. تواصل معكم حتى للعشرة متاع الصباح كالعادة. تنجموا تابعونا على الباج فيسبوك راديو ميت ميوزين. ذكركم اللي تنجموا زادة تشاركوا معنا في الجو متاع اليوم، تلقاوها توت سويت على الباج فيسبوك هاش بلوس، الشركة اللي تهدي لكم الكادوت لثلاثة أنواع من لي برودوي اللي تنجموا تربحوهم معنا. بالنسبة لليوم تدخلوا توت سويت على الباج فيسبوك راديو ميت ميوزين، دونك تعملوا بارتاج اي جيم للبوبليكاسيون، تماركيو اصحابكم وحبايبكم باش تقوي فرصتكم في الربح. وفي اخر برنامجنا نعلن على اسم الفائز. سينو توت سويت نمشيو للميساج انفوي. ميساج انفوي. المدارس منهاره، يعيشكم نقفلوا تلامذتنا. عدد المؤسسات التربويه في تونس يقدر تقريبا ب 6086 مؤسسه بين مدرسه ابتدائيه واعداديه ومعهد ثانوي. من 6000 مؤسسة هذه، فما الموجودة في الريف، فما المبنية توا عقود، وفما اللي ما تعرفش معنى التصليح لونتخوتيا. آلاف المؤسسات التربوية المهجورة بسبب الكورونا والعطلة الصيفية، مؤسسات تربوية زعمة شنية حوالها؟ هل هي قادرة على استقبال التلامذة في العودة المدرسية المنتظرة واللي مازال لها أيامات؟ شبابك مكسرة، حيوط مشقة مقشرة، الدهن تسمع به سمع الأخضار لا نوار، بيوت راحة لا أراك الله مكروها. ومن ألاف المؤسسات ما نبالغش كي نقول المئات منها بلاش ماء. تصوروا مدارس بلاش ماء في زمن الكورونا، طواول ناقصة لعشرات التلامذة اللي باش يستقبلهم القسم الواحد. تقريبا 13 يوم على موعد العودة المدرسية، زعما شنية وضعية مدارسنا وليسياتنا؟ حمومة أي سمعتكم. بصراحة كل مرة نحمل المسؤولية للحكومة والوزراء متاحة، عندي سنين وانا كي البراح صوتي بحاح ولا حياته لمن تنادي. شقولكم نهزوا منهم ايدينا ونحطوا ايدينا في ايدين بعضنا. اغلبنا كان مش كلنا قرينا في المدرسة العمومية وكتبنا بالطباشير على اللوحة وقرينا في مدارس حومتنا. بالمناسبة تحية لكل من قراني في مدرسة سيدي بوضاوي ومعهد عبد العزيز الخوجة بخليبة. علاش الرونتري هذه ما نعملوش على رواحنا؟ كل حي يتلهى ومدرسته ويقدم المعونة اللازمة، كل قدير وقدره، من دينار لمية دينار. تلامذة سابقين، أولياء، جيران، مجتمع مدني، نشمروا على يدينا ونحسنوا مدرسة حينا باش صغارنا يلقاو وين يتعلموا، وين يقراوا السقف ما يقطرش عليهم، وين يتعلموا ماشي موش روايح كريهة، وما يلقاوش بطبيعة، ويلقاو وين يلعبوا الرياضة ويخسلوا يديهم. علاش ما نخليوش صغارنا يفتخروا بمدرستهم ويعجبوا بنظافتها؟ اليد في اليد نجم نخليو مدارسنا منبع للحياة ومصدر لفرحة صغارنا. شوية إرادة، ساعة ولا ساعتين كافين في الويكاند باش يبدلوا برشا حاجات. يرحموا أحمد شوقي كي قال في أن المدرسة اجعليني كأم لا تمل عيني ولا تفزع كمأخوذ من البيت إلى السجن، كأني وجه صياد وأنت الطير في الغصن، ولا بد لك اليوم وإلا فغدا مني، أو استغني عن العقل إذا عني تستغني. أنا المصباح للفكر، أنا المفتاح للذهن، أنا الباب إلى المجد، تعال أدخل على اليوم، غدا ترتع في حوشي ولا تشبع من صحني، وألقاك بإخوان يدانونك في السن، تناديهم بيا فكري ويا شوقي ويا حسني، وأباء أحبوك وما أنت لهم بإبني. علمني 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 وخذ بيدي علمني وخذ بيدي علمني 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 خذ بيدي علمني وخذ بيدي مساج انفوي. محلى هذه الاغنيه كي نسمعوها لحمك قشعر، تذكر برشا حاجات. ذكريات كبيره بطبيعه، ذكرني بنصدي مختار الاغنيه هذه الوقت اللي كان عنده سكتشات مع اللي فقدناها في الاعلام الحقيقه مدام هلا الركبي. وقتها كان برنامج نهار لحد وكان يدخل بالطبليه الله يرحمه الله ينصر الدين مختار، كان تحط لي جو هذوكم كان مع دور التربوي، كان مهم تقريبا الناس كل كنا نتفرجوا في التلفزه الوطنيه وطون السبع وقتها. شوف المدرسه في كل دار تونسيه عندها اهميه كبرى،
هي نجم نقول الاسانسور سوسيال، هي الناس، هي المهمه، هي باش دخلنا للحياه، دخلنا للمجتمع، باش نعرفوا نفك الخلط. مش لازم نوليو دكاتره ومختصين ومبرزين في الفيزيك ولا في الشيمياء ولا في نعرفش ادباء، لكن مهم برشا انه في العمر حتى 18 عام التلميذ يمر بالمدرسه والكوليج والمعهد والليسي. بطبيعه مهم برشا من رايي معناتها المدرسه هي مهمه برشا باش معناتها التركيبه النفسيه نتاع الطفل تكون كامله ويخالط اتربائه والنجم نقولوا الناس اللي فرد عمره وياهم ويعيش كل مرحله ومرحلتها ويعيش كل مرحله. معناتها مهم برشا للتوازن نتاع المجتمع التونسي. تعرف المدرسه كانت هي الانفستيسمون نتاع بورقيبه حتى النظام السابق، راه خلينا نقولوا صحيح تقول لي التعليم نيفو نمشي معاك، لكن هنا مش نحكيو على المستوى التعليم. يمكن تقول لي وقت من علي المستوى نتاع التعليم طاح نمشي معاك، لكن نحكي هنا على البنيه التحتيه. معناتها ولهنا وصلنا انه صغارنا ما عندناش وين يقراو، معناتها فما نقائص بالجمله، ما فماش ماء، ما اكثرش ما فماش ماء، ما فماش ضوء، ما فماش ما تدخل ريحه النداء تقتل. فهمت؟ مدارس مهجوره تو 6-8 اشهر، معناتها يلزمنا نعرفش شنو عملنا وما عملناش. الحق ما عنديش فكره واضحه، لكن الاصداء اللي جاتني تقريبا الوضعيه كارثيه للمدارس. معناتها اللي بيستقبل تعرف احنا مواسم تاع مطر وسقف يولي قطر وتولي حساسيه مكسره لطف على صغارنا وشبابك مكسره وبرد وثنيه. معناتها شوف خلينا حتى في معناتها البنيه التحتيه راه ناقصه، واللي بلاش عساس واللي بلاش باب وبلاش بورتاي واللي يكوروا فيها واللي يعملوا فيها تكوير لاخر وحصيله. ما تفهم المدارس خلي عاد المدارس الريفيه واللي ما عندهاش مسالك اصلا باش توصل لها. شوف بصراحه معناتها تقريبا كما قلت في الميساج الحكومه ما استناش منها برشا، لا عندها فلوس ولا هي باش تعمل ولا هي لاهيه. تقريبا يتلفوا المواطنين على بعضهم كل حي وكل قدير وقدره ويحاولوا يحسنوا الوضعيه نتاع المدارس نتاع اللي مازال عندنا الويكاند الجاي والويكاند اللي بعد. معناتها دو ويكاند نتصور معناتها صحيح الناس كل مشيت ومشيت للبحر وكل شيء، لكن مش التلامذه الكل عندهم الحظوظ باش يقراوا في مدرسه خاصه. فما برشا تلامذه والاغلبيه ساحقه باش يقراوا في مدارس عموميه. معناتها حتى الولي الميسور الحال باش يبعث ولده المدرسه خاصه، مثال شي خم في الطفل نتاع جاره ويخم في التلميذ نتاع الحي نتاعو باش ما ياثرش سلبا، خلينا نقولوا باش ما يضيعش هذاك، باش فما نوع من النجم نقولوا التماهي بين المدارس الزوز والصغيرات الزوز نتاع نفس الحي. حتى الناس اللي ميسوره حالا ما تقولش انا خاطيني اش دخلني انا حطيت ولدي في البريفي ولا لا، مثالش اعمل ان بتي تيفور ما راه مقدار صغير والله فايس مع فايس ولي فايس وإيفار صغير بفوشة وصل دهن والله تتريقل. هذيك تلموا الناس كل 50 و100 عابد يقسموا رواحهم في دو ويكاند هذي والله نجموا نعمل خطوة باهية. دعوة للعباد اللي يسمعوا فينا، المجتمع المدني، المواطنين كان عندهم مبادرات نجموا يبعثونا بطبيعة، وإحنا نوصلوا صوتهم بطبيعة ونوصلوا صور وأي نجم يقولوا مبادرة مثال حتى الناس يسمع فينا يبعثونا ونحكيوا عليها ونثمنوها، وإن شاء الله يكون فما تشجيع للناس الكل، تشجيع للناس الكل إن شاء الله يمشيوا فيها الخطوة هذه، خطرها مهمة. راهو التلميذ اللي عنده 8 شهور ما مشاش المكتب وباش يمشي يلقى حيوط مشقة باش يعدي جمعتين وثلاثة جمع، المعلم يحكي في حاجة وهو باهت في الشقوق نتاع الحيط، باش يقعد جمعتين ثلاثة اللي بعدهم واش يسمع حتى شيء من المعلم وباهت في الـ في الـ في الشباك فاش مكسر، كيفاش هو في داره في الدفاع والعيشه والتلفزه قدامه اللي زيكون كيفاش تحبوا في القرايه وترجعوا تلقى سبوره مكسره وفماش طباشير وريحه نتاع عندي وكل شيء. راهو معناتها مهم برشا معناتها تأطير المدارس هذه باش تكون صالحه للعيش وللتعلم. تحية للمعلمين الكل، تحية للإدارة، تحية كبيرة كما شكرت في المدرسة في قليبة، نشكر زادة غرة ماي في بن عروس معناتها المدرسة وانا صغير وجميع المدارس الحقيقة ديما راه فما حنين مش حتى حد ما عندوش حنين يتعدى قدام المدرسة نتاعو للمدرسة نتاعو ولا للليسي نتاعو ولا للأساتذة اللي قراوها المعلمين اللي قراوها. هذا احنا تربينا هكا، تربينا نقدر الأستاذ وتعلمنا وجميلهم راهو احنا لهنا على خاطر هما اللي قراونا راهو طبعا
بطبيعة وهم ساهموا في تكويننا وساهموا في تعليمنا وخلينا نفكوا الخط كما نقول المساو. نشكرهم الناس كل معلمين الكل والناس الكل. إن شاء الله الرونتري هذه تكون سالمة وآمنة على المعلمين وعلى الأساتذة وعلى التلامذة. راجعين معكم.